نفذ مجموعة من المحاضرين المجانيين في محافظة كربلاء إضرابا عن الدوام في عدد من مدارس المحافظة احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم. وقال عدد من المحاضرين إن السبب الرئيس لخروجهم هو تهميشهم من قبل المعنيين بالدولة وتجاهل مطالبهم بالتثبيت على الملاك الدائم وتخصيص درجات وظيفية لهم في موازنة العام الحالي. نحن مجموعة من محاضرين محافظة كربلاء المقدسة، عملنا اليوم وقفة إضراب في جميع مدارس كربلاء، وذلك بخصوص تثبيتنا على الملاك الدائم أو تحويلنا على إلى عقود بشكل أجور لحين التثبيت، وكذلك نطلب من رئيس الوزراء تخصيص درجات الوظيفية الحذف والاستحداث لسنة 2017 وكذلك سنة 2018 وتخصيصها للمحاضرين المجانيين في جميع محافظات العراق. خرجنا اليوم وأعلنا الإضراب عن الدوام في جميع مدارس المحافظة، وذلك بسبب تهميش المحاضرين من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية وعدم انصاف شريحة المحاضرين في جميع محافظات العراق، ونطالب من الحكومة والجهات المعنية بتثبيت المحاضرين. كون المحاضر يذهب للدوام يخسر كراوة من جيبه، وهاي مثل ما تشاهد احنا طباعة الأسئلة نطبعها من جيبنا الخاص واحنا محاضرين بلا رواتب، وأضافة إلى المدارس اللي دا يجمعون بها مدراء يصبغوها نشارك وياهم، وبجميع الفعاليات اللي تقومها المدرسة يشارك المحاضر وهو بدون راتب. مطالبنا للتثبيت على الملاك الدائم أو تحويل عقود أو مكافآت أو هذا تخصيص لنا نسبة بالموازنة 2019. نطالب الجهات المعنية بالإجراء اللازم لحين تنفيذ مطالبنا.